قارن المفرد يا دكتور، هل عليهما سعيان أم سعي واحد؟ ممتاز. قبل ما أجبك عايز أقول معلومة بسيطة عن الدكتور محمد لأنها مرتبطة بالاثنين. المفرد هو من نوى الحج وحده فلا يأتي بعمرة قبل الحج. فلا يأتي بعمرة قبل الحج، دي ملحوظة. تعال بقى، إذا قدم مكة طاف طواف القدوم، خلي بالك من الحتة دي، أنت ماشي. خليك هنا عن المشاهدين أو مكان المشاهدين. طاف طواف القدوم، بس طواف القدوم ده في حقه واجب ولا سنة يا دكتور محمد؟ سنة وليس واجب. تمام، سنة وليس واجب، لأن حج وحج إفراد. معايا كده؟ طيب، وله أن يسعى بعده، ممكن يسعى بعد الطواف ده، خلي بال حضرتك. طب فإن سعى، افرض أم سعى بعد الطواف المستحب ده، أجزأه عن سعي الحج لأنه عليه سعي واحد. نعم، أجزأه عن سعي الحج. عن سعي الحج، خلي بالك، ولا سعي عليه بعد ذلك، ده في قول جمهور الفقهاء يا عم الدكتور محمد. طيب عايز أقول حاجة، من خلال ما ذكرنا الحين يبقى لابد وأن نفهم تماما قضية الفرق بين المفرد ومن ناحية أخرى القارن والمتمتع، ومن ناحية ثانية لابد وأن نعلم إيه اللي بيكون مشترك ما بين المفرد والقارن. هل عليهما سعيان؟ هل عليهما طوافان؟ زي ما أنا وضحت كده يا عم دكتور محمد. نعم دكتور، بارك الله فيكم، حياكم الله. طيب بالنسبة للقارن، القارن هل طوافه واحد وسعيه واحد؟ هذا ما وضحت، أنا وضحته يا دكتور محمد كده وضحت. نعم نعم دكتور، بارك الله فيك.